محكمة الدولة البربرة يا مات حريم دي سي دوب قصة على سوري محمد عبد الله السوفريستي أكون عقيد شيء تي في سومال الجنة اللي مقالة البربرة ومدل عشاق كل ما حبس قد حي قبل الساحل وري محمد عبد الله السوفريستي ومركو قصة بحي حبس قال لها لاي تارك تصور في الدين لا يا كور بحي حاضر الله يسوع الله دغمي مدد هو كتير حبس قد حي وحكوا له وري محمد عبد الله السوفريستي وهم خنقاي اتكستوا كذا القاعدة سودين دي سوى حالها ذا دي سي كم عيد كستو كغيب قاعدة تيسو دين تحرجي عبد الله يقول لك عي وحسي جارو جم هاد نقيا بعض الصحافة ده سومال لان تقبل كساحل جارهان ووركي جميل كست جارسية مددي عن حدنا آد نقول رغاي غي إن حرية ده حقوق ده وحن مركز لبعض يجنا وما هاد نقيا عيد ماذا إن أسلوبته حبس جبربرع وميل ونعكسن دتشي سو ونعكسن يلا رقمي وحكلو يجنا وما هاد نقيا ضد بدن ومسؤولين يوم ما ده حي عيد كست بيسويشرا وحرجي قاعد على درد أسوح إنه قدم قضية آد نو جهول قلي وما سنتين عيد كستو كغيب قاعد تيسو الدين تيدا أنت حرجي قال لقوه دور هيو حامد عدى على درة وحدم بيوم قلي ما يشرن وحدم بيوم حكى بدي يقول شيء ما يشرن إما كان الدين وحدي بعطام قبول الحمد لله رب العالمين فوسو ولا ضوء محرج وري عشان يا هاي مد كل صوب لك هاد ضد كسر سو ما إلا أن يبيش عالم كا ثانية أنت وتلاقي ذلك النور يجي حكومة ضوه قانون يا أحمد محمد محمود سيلايو وحبس جوت حابي يمكن دولة بقول اللي إحنا مورية هلك يا حيرتي لما الجورنال يهات فيه هو وكسر عاصمة تمريد سو ما إلا أن مقالة هرجيزة تيغ عرب سلمان تلفيش كعالم يكسر تيفي مقالة بربرا